عرس انتخابي ديمقراطي شهدته جامعة حضرموت في اختيار قيادة جديدة للاتحاد العام لطلاب الجامعة في جميع كلياتها في 3 محافظات: محافظة المهرة وسقطرى وحضرموت الساحل والوادي، حيث توجه أكثر من 16,000 طالب وطالبة نحو صناديق الاقتراع لانتخاب الأمثل والأجدر لتمثيلهم ومتابعة مطالبهم وحقوقهم في شؤونهم الدراسية والأكاديمية. نحن اليوم نحتفل بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي في جميع كليات جامعة حضرموت 16 في المكلا وفي سيئون وفي المهرة وفي سقطرى. هذا الامتداد يتوجه اليوم في طلاب جامعة حضرموت نحو 16,000 طالب وطالبة، يتوجه اليوم لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثلينهم في الاتحاد العام لطلاب جامعة حضرموت، حيث تقدم عدد من الطلاب لترشيح أنفسهم حاملين برامج انتخابية تخدم الصالح العام للطلاب، معبرين عن تلك البرامج بالدعاية الانتخابية داخل حرم الجامعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين كل الطلاب للتصويت لهم واختيارهم. الذي دفعني للترشح هو نيل الشرف، وهو شرف لجميع المترشحين لرئاسة المجلس، وهو خدمة الطلاب والصلح التعليمي. فمهما كان طلعت رئيس أو أحد الأعضاء اللجنة، فأنت شرف لك أن تخدم أخوانك الطلاب والصلح التعليمي الذي أنت جزء منه. انتظم الطلاب في صفوف طويلة طيل فترة الاقتراع، معبرين عن آرائهم في اختيار من يرونه أحق في تمثيلهم في مجالس الكليات والاتحاد العام، ورفع همومهم وتطلعاتهم الدراسية. نقدم لترشيح طلاب مجلس الطلابي لكي يكون هناك تقدم لسعي الطلاب وخدماتهم وإمكاناتهم، ولكي يكون تطور في جامعتنا وحقوقنا للطلاب. سير الانتخابات بهذه السلاسة وفي أجواء المحبة والاهتمام في ظل الظروف التي تعيشها البلاد له دليل على حرص قيادة جامعة حضرموت في إعطاء الطلاب الحق في التعبير عن آرائهم داخل حرم الجامعة وفقا لنظم وقوانين الجامعة. فهمي بارمادة، قناة سهيل، مدينة سيئون.